واخلصي منها وخلاص، ما تحاوليش تقفي ضد التيار او تحاربي، لان هي خسرانه 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 خسرانه. اه طب طيب مشاهدين بيسالوا يا غدا كاتبه ايه على ايدها، هل من حقهم يا اني واحده فيهم هنا ولا هنا؟ هنا 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 وهنا. كاتبه العزيمه هنا. هنا ايه العزيمه؟ العزيمه وهنا دي بالانجليزي بس معناها الايمان بالعربي. الايمان ليه العزيمه والايمان؟ الحاجتين اللي انا بؤمن بيهم في حياتي، العزيمه والايمان. طبعا ماشيه بيهم يعني. يبقى عندك عزيمه ويبقى عندك ايمان بما تقدمينه يعني، وبالقضيه يعني. الايمان عموما وبالله سبحانه وتعالى. طبعا ونعم بالله. يبقى العزيمه على الايد الشمال والايمان على الايد اليمين. على الايد اليمين. انت عندك يا عبير في انا عندي قلب وبشيله معمول في الفيلم وبشيله بالليزر بحس ان هو فجأة وكيل النيابه بيفتشنا. ها عندك هنا ايه؟ وانت طلع لي جيبك شرابك لونه ايه؟ بالظبط.